كبير. والمشكله مشكله منوال تنموي، والمشكله مشكله انفراستركتور معز. اي مشكله انفراستركتور، وعلاش خاطر الانفراستركتور. معنا السيد احمد صوله توا في المباشر، السيد الرئيس المدير العام للشركه التونسيه لاستغلال وتوزيع المياه. سيد احمد مرحبا بيك، صباح النور. مرحبا بيك. مرحبا يا سيد احمد صوله، شكرا على التفاعل. قبل كل شيء نحب نقول لك سيد احمد صوله، راكي كلمنا الاداره نتاعك تجاوب بالوقت المواطنين، خاطر كلمناكم وانتم ما في بالكمش، جاوبونا متنقيزه ثانيه، ستاندر موجود والكتابه موجوده، هذا ما يصيرش كل يوم في الادارات التونسيه، نحييكم على هذا. سيد احمد هذاك واجبنا، وان شاء الله هما الناس كلها تسمعك وتقعد ديما تقوم بالواجب هذا ان شاء الله. شكرا لك سيد احمد صوره، وشكرا على تواجدك انت معنا اليوم. ان شاء الله مش برشا وقت، كنت في اجتماع انا مش ناخذ من عندك ثلاثه دقائق من وقتك فقط. سيد احمد صوره، انا عندي ليك رساله من متساكني ولايه المستير، متساكني ولايه صفاقس، نحكيو كذلك على قفصة، نحكيو حتى على تونس الكبرى، انقطاعات متواصلة في المياه. سيد أحمد صوله، نحبو نفهمو اليوم راه نحكيو في صفاقس مثلا، فما جهات 15 يوم الماء مقصوص، والانقطاع هذايا كذلك سيد أحمد صوله متاع الانقطاعات المتقطعة، هذايا نظام التقسيط هذايا يظهر لي انتوما مسمينه في التزود بالماء، يقول لك انا نروح الخمسة متاع العشية الداري كل يوم ما فماش ميل السبعة متاع الصباح. تفضل سيدي احمد. شوف هو احنا كيما نعرفوا الناس كل انه فما شح تماما، الموارد المائيه ما تكفيش الدوموند، ما تكفيش الطلب. ما تكفيش الطلب، دونك احنا شنو نعملوا؟ دونك احنا ماناش نقفشوا، لكن نعملوا في ريبيلاسيون، احنا نحاولوا انه نوزعوا معناها الماء باش ما تقعدش منطقه كما قلت انت تقعد منطقه لفريود كبيره ما غير ماء. واحنا نحاولوا، وما فهمش كون كان جور، دونك كان جور ياسر ليل ونهار ما يقعدش ليل ونهار ما غير ماء راهو. دونك يرجع له بوتيتر هو في الوقت اللي يبدا هو مش موجود فيه رجع الماء ولا حاجه، دونك هذا موجود. اما مش معناها باش يخليوا هما يعملوا في الريبيلاسيون باش ما يخليوش الناس تقعد فريود كبيره ما غير ماء. وان شاء الله معناها وقت تشوف الطقس زاد سخون شويه دائما يكبر في الطلب، دونك وتعرفوا انه الموارد هي دونك ديما قد ما يرتفع الاستهلاك قد ما الديفيسيت باش يكون الناقص باش يكون اكبر معناها. سيد احمد لانه المدير المركزي تدخل محطه التحليه بتاع الساق ان شاء الله على الاقل تحل لنا مشكله ان شاء الله. انا مش نسالك على محطه التحليه، ونعرف اللي انت مختص في الشيء هذايا وعندك تجربه كبيره، ما المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه سي شوقي بن منصور قال في تصريح انه الانقطاعات هذايا المسجله حاليا تعود الى مشاكل تقنيه. سيده مشاكل تقنيه، مش هي المشاكل التقنيه معناها مشاكل تقنيه، ما يقولش مشاكل تقنيه، هو قال بما فيها مشاكل تقنيه. انت تو احنا تقولوا الموارد هي الموارد اللي موجوده معروفه، ومثلا تقص الكوران على فرع على بئر، تطيح الترومبه، هذم كلهم مشاكل تقنيه ينجموا هما بيدهم ياثروا في التزود. اما مش معناها هما السبب، ما ينجموش يكونوا هما السبب. ما عندناش احنا ماشي في كل بلاصه عندنا مشاكل تقنيه، شنو هما المشاكل التقنيه؟ مثلا في الساقس ما عندنا حتى مشاكل تقنيه في الساقس، الساقس كلها تشرب جرافيتار، ما عندناش حتى ديزيتاج في الساقس مثلا باش نبومبيو. فمش بومباج، معناها كله يتصب في ريزرفوار في خزان، والخزان هو الاعلى، دونك هو اندومين البلاد الكل. باش تكون المشاكل التقنيه بما فيها قال هو، دونك نحاولوا الناس تحاول هي بيدها تبدا تمشي تمشي معناها للجواب ولا للسؤال اللي يحبوا ينجموا يحكيوا فيه. لكن هو هذا القصد، انا نفهمك القصد هو انه باش الشيء اللي يزيد على المشاكل هو وقت اللي تصير مشاكل تقنيه، فرج يطيح، ضو يقص، بيضخة مثلا، هذوك كلهم يزيدوا ياثروا معناها يزيدوا يطولوا في
في الاضطرابات في الاضطرابات. اما هذولا ديما احنا نحاولوا زاد قبل الصيف انه نحضروا امورنا وتصير قليله، مثلا كي تجي تكومباريها بالشتاء قليل ياسر، رغم انه السخانه ما تعرف السخانه تاثر تاثر على الكهرباء، تاثر على المضخات، تاثر على الموتورات، دونك هذا كل ياثر فيه. لكن احنا نقراوا حسابنا في الصائفه خاطر هذا معروف، اذا هذا ما نقراولوش حسابه معناها ما نجموش ما نقراولوش حسابه للبريود نتاع الصيف وقت ذروه الاستهلاك. باهي سيدي احمد سول، انا عندي سؤال، علاش قصان الماء الخمسه نتاع العشيه نفس الموعد اللي يروحوا فيه الناس لديارهم، اللي يكمل خدمته، اللي يدخل وقت هذاك الوقت راه حتى كي نمشيو للبحر وقتها نروحوا من البحر الخمسه والسته نتاع العشيه؟ سيدي احمد سول في سؤالك انت فما الجواب. أي. على خاطر لابوانت هما في النهار في الصيف فما دو بوانت، فما البوانت نتاع الصباح الذروه نتاع الصباح وقت الناس كلها تقوم، عرفت تقوم مع بعضها باش تغسل وتمشي ما تمشي تمشي للاداره ولا تمشي تمشي تخرج معناها هذيك بوانت. وفما البوانت نتاع العشية، والبوانت نتاع العشية من الذروه نتاع العشية وقت رجوع الناس من البحر ووقت اللي رجوع الناس من الخدمه، هذاك الاستهلاك ذروه الاستهلاك، وذروة الاستهلاك هذاك يكون بعد يوم كامل من استنزاف الخزانات. خزان ما يزود ما قلنا سيد احمد، هو كلامك منطقي، تقول انت وقتها فما البوانت، اما من جهه المواطن يقول لك معناها انا كي نستحق الماء ما نلقاهش. نعرف هو فهمت المشكل وين؟ اي وين توا نحكي معاك كسماح مفتاح واحمد سول، احنا زوز مواطنين معناها لو انا بيدي قاعد نتكلم باسم المواطنين، وحتى في داري عندي مشكله نتاع ماء. نروحوا فوالا نفس الحومه كي نروحوا باش نلقاو نفس الاشكال. سيد احمد سول انا باش نستسمحك نحب نسالك سؤال لمواطن، خاطر توا برشا يسالونا يقولوا بربي توا البي دي جي نتاع السوناد عنده ماء في دار ولا ما عندوش ماء؟ معناها انت كي تروح لدارك الخمسه نتاع العشيه تلقى ماء ولا لا؟ والله انا نعيش كيما الناس كلها، كيف كيف يتقص الحوم تاعي، تعرفوني وين نسكن في صفاقس، وتعرفوني وين نسكن في جربه، وتعرفوني وبظهري انا زاد كي نسكن بظهري انا معنا. حتى السونات تجي في المناطق اللي هي اول واحده تتاثر من الماء. معناها اللي يسمعوا فينا راهو حتى السيد الرئيس مدير عام عنده نفس المشكل في داره الخمسه نتاع العشيه يتقص الماء، خاطر فما ديما افكار هكا احنا عندنا اللي دار المسؤول بالذات ما يقصوش عليه. تاكدوا انه هذا يوجبنا، والهدف نتاعنا هو انه الناس كلها تكون راضيه والناس كلها من توصلها خدماتنا. مالوريزمون معناها احنا حتى تغير المناخ ومحطاتنا اللي بتاتر وخروا قبل شويه كانوا نورمالمون يتعاملوا قبل ياسر بسنوات، وهذا ما تعرفوا انه حتى تغيير المناخ معناها تو كي معناها تو حسينا معناها فريمون حسينا مليح، كانت حتى الاستراتيجيه نتاعنا كانت فيها برشا زاده هو تحويل فأضمية الشمال، رغم هذول المشاريع اللي قاعدين نخدموا فيهم وما زلنا نخدموا فيهم ويلزمهم يكملوا. ومحطات التحليه، وتعرفوا انه محطات التحليه محطات غاليه ياسر معناها حتى في البيجي بتاعهم يلزمك دير دو فينونسمون، وكي تلقى مع بايور دو فون معناها فما ديجيتاف معناها يلزمك تتعدى بهم. هذايا تقريبا اللي زاد ازم شويه صعب الاشكاليه. كان نحاولوا نحوصلوا سيد احمد فوالا، كان نحاولوا نحوصلوا فماشي حلول سريعه، معناها توا اللي يسمعوا فينا في